بحضراتكم مرة تانية وذكرى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، هذا الرجل الذي يبقى خالدا حتى هؤلاء الذين اختلفوا مع نهج سياسي للزعيم جمال عبد الناصر، أو حتى هؤلاء الذين قيموا تجربة الستينات بأثر رجعي في وهم عايشين في تكييفات التسعينات. يبقى جمال عبد الناصر هو فعلا زي ما بتقول الست أم كلثوم رمزا للوطنية. ما الذي بقى؟ هل هناك من يمثله الآن؟ هل هناك من يعبر عنه؟ هل صحيح أن الرئيس السيسي هو تجديد لزعامة جمال عبد الناصر وخطه الوطني؟ يسعدني النهاردة يكون معايا ضيفي العزيز الغالي ابن الغالي عبد الحكيم جمال عبد الناصر. أهلا بك سيد عبد الحكيم. أهلا وسهلا، وكل سنة وانت طيب، مع أن يعني هي ذكرى رحيل مؤلم. يوم كئيب يعني. أنت فاكر اليوم ده؟ طبعا أنا يعني ده أسوأ يوم في حياتي يعني لغاية النهاردة. لا يوم كئيب. لا كنت فاكر ايه لسه منه يعني بعد كل العمر ده؟ كان عندي 16 سنه يعني وقتها. كان عندي يعني 16 سنه. لا فاكر يعني التفاصيل وتفاصيل التفاصيل يعني. فاكر ايه اللي حصل بالظبط؟ لا يعني اصله كمان يعني كان شيء غير متوقع وجت فجاه وفي سن صغير وبعدين مره واحده لا يعني كابوس. وبعدين مره واحده الكابوس اصبح لقيته حقيقه قدامك يعني عايشه يعني. فلا لا يوم رهيب رهيب يعني. طب انت بعد وفاه الزعيم جمال عبد الناصر، خليني ابتدي عشان الوفاه، لسه في نظريات بتتكلم عن لغز الوفاه وانه الوفاه دي هي طبيعيه ولا مش طبيعيه. هو انت تقديرك ايه؟ مصدق ايه فيهم؟ لا انا اقول لك حاجه، لما تبص هو طبعا يعني في عوامل ان هو كان حالته الصحيه يعني يعني ما كانتش كانت صعبه، بحيث ان كمان جاله ازمه قلبيه قبليها بسنه ومرض السكر. بس التوقيت بتاعه يخليك تحط جميع يعني علامات استفهام كتير يعني توقيت الوفاه في هذا التوقيت بالذات يعني. وانت يعني انت تقدر تقول ان انت حرب الاستنزاف انت يعني انتهت بانتصار، انك انت اللي طلب ايقاف حرب الاستنزاف وطلب وقف اطلاق النار الصهاينه. الصهاينه هم اللي عملوا اسرائيل طلبوه وزقوا موضوع روجرز ومبادره روجرز، واحنا استغلينا هذا الموضوع. الرئيس يعني الوالد استغل هذا الموضوع، قال ان عشان نستغل عمليه الموافقه ان احنا نقوم ناقلين خط الصواريخ للخط الهجومي اللي تقدر من عنده تطال منه قواته وتلغي تقدر تعمل بيه الغاء للتفوق الجوي بتاع الصهاينه. وبعدين تشوف ان وقف اطلاق النار تاريخ انتهائه، بدل بقى دي بقى هتبتدي مرحله جديده في الصراع او في عمليه تحرير الارض، تبقى هو ال 40 بتاع جمال عبد الناصر. وبعدين بقى في كلام كتير بقى حصل، في يعني في كلام بتاع مذكرات كيسنجر اللي هم لما بيناقشوا برضو موضوع المبادره، وقال فحتى في ناس فكان هم في مجلس الامن القومي الامريكي قال لك طب ما احنا كده بندي اسرائيل لمصلحه اسرائيل، بس احنا بندي برضو دي لمصر يعني مصر هتستفيد منها زي اسرائيل. فحد رد قال لك يعني وانت ايش ما احنا ايش بقى لما انت يمكن بعد 90 يوم دول الاوضاع تتغير في مصر خالص. يعني في تلميحات انه ممكن يحصل حاجه. وايه اللي حصل؟ ان فعلا بعد 90 يوم الحاجه الوحيده اللي حصلت انه وفاه الرئيس جمال عبد الناصر. ودي غيرت بقى امور كتير جدا، لانك يعني لما تشوف حتى للاسف ما جبتش الكوتيشنز معايا يعني لو تشوف التعليقات قاده العدو الصهيوني في على وفاه جمال عبد الناصر لما مثلا يطلع واحد زي بن غوريون يقول لك ان اسرائيل كان لها عدوين تاريخيين، هتلر فرعون في القديم وهتلر في الحديث، جمال عبد الناصر وجاء عبد الناصر عداء وفاق الاثنين، وكان هو يعني بيمثل اكبر خطر على اسرائيل، وان الخطر ده النهارده انا اعتبر انه زار بوفاه جمال عبد الناصر. الكلام ده يعني
يعني عشان في ناس كتير بتتكلم ان جمال عبد الناصر انتهى في 67 وان الموضوع انتهى. لا الكلام ده سنة 70. طيب يعني هو لو كان الكلام ده قاله في 67 ماشي. لا ده بعد 67 بثلاث سنين بن غوريون بيقول هذا الكلام انه استنى في المقاومة. بيقول هذا الكلام يعني ان بعد 67 بثلاث سنين بيعتبر ان وفاة جمال عبد الناصر هي الخلاص يعني او ازالة اكبر خطر على اسرائيل. ده بعد ايه؟ بعد وفاته بعد هزيمة 67 بعد كمان. تمام. ولو تشوف برضو كلام زي كلام بارليف يعني قال لك ان ده النهارده ده اخطر عدو اكبر خطر على اسرائيل والنهارده ده يعتبر عيد لكل اسرائيلي وعيد كل يهودي ان احنا النهارده هنشم الصعداء بقى لان العرب لازم نتوقع من النهارده ان العرب هينقسموا وهيتفرقوا والدنيا هتفرق. ليه؟ لان عبد الناصر وغيره يعني فده بيديك احساس انه ممكن تكون الوفاه غير طبيعيه. زائد بقى ان هو كان مستهدف يعني في خمس اوامر رئاسيه باغتياله من ايام 56 يعني ده اللي ظهروا لغايه دلوقتي ان في حاجات دي وثائق بتتفتح بعد 50 سنه و يعني هم يعني هم يعني هم كانوا متخيلين ان حرب 67 الهزيمه هتخلصهم من عبد الناصر وسياسته والامور دي كلها لكن شعبنا بعبقريته حول الهزيمة العسكرية من هزيمة حولها للهزيمة في معركة وبنبدأ معركة تانية يعني ما انكسرش الشعب. خروج الشعب في 19 يونيو ده يوريك قد ايه الشعب كان لان انا بختلف اللي بيقولوا بيسموا ده مشروع جمال عبد الناصر ده هو مشروع الشعب المصري وجمال عبد الناصر احسن واحد عارف يصيغ هذا المشروع. صحيح هذا المشروع. فهو الشعب المصري حس ان هو المستهدف مش يعني مش جمال بس هو الـ 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 العدو استهدف الشعب المصري في جمال عبد الناصر. طب دكتورة هدى كانت عامله مركز لتاريخ الثوره ايوه شغال لكن ما وصلناش لوثائق ممكن تفيد في مسارات لان ده ممكن لا هي ماسكه هي عملت هي ماسكه حاليا اللي ماسكاه اللي هي توثيق الوثائق بتاعت الثوره يعني هي عملت الوالد كان يعني بتربيته العسكريه وان هو كان في الاخر بيدرس في كليه اركان حرب والامور دي كلها فهو كان من النوع اللي كتبه افكاره لازم يقعد يكتبها ويكتب افكاره وبعدين افكاره دي ياخدها يعمل لها وكاتب تاني يعمل لها تقدير موقف ازاي هتبقى وكذا 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 والورق ده والحمد لله انه موجود يعني فهو ده جمعته كله المذكرات وبتعملت اللي هي بتعمل عملت سلسله جمال عبد الناصر واوراق الخاصه لغايه دلوقتي طلع ثلاث مجلدات منهم اول واحد جمال عبد الناصر هو ظابط اللي هو من هو طالب يعني من اول هو طالب وبعدين طالب في الكليه الحربيه لغايه ثوره 52 بتقاريره السريه اللي كانت موجوده بكل شيء جمعتها كلها في الجزء الاول الجزء الثاني من الثوره كان لغايه قبل 56 يعني تلاقي مثلا في الجزء الثاني في ورقه كده كاتبها بعد الثوره على طول كاتب اصبح اليوم الحكم للشعب يعني ان من النهارده بقى الشعب هو اللي بيحكم وتلاقي بقى وبعدين الجزء الثالث ايام بتاع 56 وجزء من الوحده ودلوقتي شغاله في الجزء بتاع اليمن كله لغايه قبل 67 اللي هو الرابع هو نزل لغايه دلوقتي ثلاث اجزاء وكنت قبل كده جمعت برضو الخطب تاني جمعتها كلها بالكامل فهو ده يعني هي بتعمل اساسا يبقى في الماده العلميه ان لما يجي بعد كده اي باحث يؤرخ يلاقي الوثائق دي موجوده ومتاحه اللي هي كوثائق وكمان
يعني الميزه في هذه الوثائق اللي هي خط ايد الوالد ان هو ما بيكلم نفسه. انت لما بتكلم نفسه غير لما بتكتب مذكرات. لما بتكتب مذكرات انت بتكتب كلام هيقراه الغير فتحاسب شويه لكن بتحاسب انما ده بيكلم نفسه. ورق كاتبه لنفسه يعني ورق كاتبه فتفرق كتير تفرق جامد قوي فمبينه اكتر مبينه وهي حتى من اكتر الحاجات هدى دايما كانت تقول لي انها اللي كاتبه وبعدين تلاقي بعد كده محاضر اجتماعات مجلس الرئاسة او محاضر الاجتماعات وبعدين الخطب ان ما عندوش كلامين يعني ما فيش كلام عمر مش هتلاقي ان في كلام مش متلون من حته لحته لا ما فيش كلام بيتقال جوه الغرف غير اللي بيتقال بره لا كل واحد عشان كده كان الكلام بيوصل للقلوب ايوه طيب انا يعني انت لما تبص دلوقتي احنا كل سنه بنروح وبن في احتفاليه الضريح دي بذكرى رحيل الزعيم جمال عبد الناصر وكان قعدنا فتره نشوف وجوه كتيره من الناصريين بتروح بس الوجوه دي بدات تختفي شويه يعني ما يعني مثلا كان بيبقى ظاهر ناس من قيادات حزبيه ظاهر حمدين صباحي بقالنا شويه مثلا ما بنشوفش حمدين صباحي هل المسار اختلف ولا ايه اللي حصل لا انا بشوف اصل انا للاسف انا بختلف معاك في الوجوه الناصريه انا الوجوه الناصريه بالنسبه لي هي الناس البسيطه اللي بتيجي من كل بقاع مصر ونجوع مصر بتيجي لجمالها يا اما بتعبر عن حبها يا اما بتشتكي همها دول اللي انا بالنسبه لي انا بشوفهم يعني انما العمل بقى الحزب الناصري وقيادات الحزبيه انا ناس يعني انا بصراحه ما بحطهمش في حسابي خالص يعني خالص خالص اه يعني انا ليه ما بتحطوش في حسابك يعني ده دول ناس مفترض ان هي بتجدد روح الزعيم للاسف الشارع سبقها كتير جدا يعني سبق النصريين سبقهم بكتير جدا بدليل ان اصل لو الشارع ما سبقهمش الشارع ده نزل مرتين بالملايين رفع صور جمال عبد الناصر الوضع الطبيعي كانت الناس دي وهي بتحكم النهارده صحيح يعني لكن واضح انه الناس مش مطبقه الصوره دي على على الاصل فهو الشارع سابقهم كتير ف يعني الشارع سابق النصريين السياسيين لا بكتير جدا لما بتروح طب والله انا بشوف ناس بتيجي بقمه البساطه سواء جايين من سواء فلاحين او عمال والله بيقولوا كلام وبيتكلموا كلام يعني مفوه عن سياسيين كتير قوي من اللي بتشوفهم يعني حتى حمدين نفسه بس حمدين يعني حريص على انه طول الوقت بيقدم نفسه على انه امتداد لهذا الفكر امتداد لهذا التيار امتداد لهذه التجربه فحتى حمدين الشارع سبقه لا كلهم شارع سواء فبمراحل يعني طب هو ما بيروحش الضريح عشان الشارع سبقه ولا عشان لا ما اعرفش زعلانين من بعض لا حاجه من ساعه ما انت دعمت الرئيس السيسي لا 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 احنا اخر مره اتقابلنا حتى في احتفاليه قناه السويس و يعني لا مفيش مش زعلانين من بعض لا لا زعلانين يعني مفيش حاجه تخليه وهو مش زعلان ما اعرفش بقى انا بتكلم عن نفسي يعني ف ده الموقف لكن الحمد لله يعني انا بشوف ان في الاخر يعني ربنا الحمد لله انه مد في عمر الواحد انه يشوف ان فعلا اللي عبارة بقولك لن يصح الا الصحيح ان الحمد لله ربنا انصف جمال عبد الناصر والشعب المصري ده طلع رد الاعتبار لجمال عبد الناصر رغم الظلم والافتراء والتعتيم اللي يعني مرت بيه تجربته في خلال ال 40 سنه اللي هي يعني ظلم في عهد السادات ومبارك في كله يعني انت رايك انه كان في تعمد لظلم عبد الناصر تاريخيا طبعا لازم يعني هو مش تعمد هو في مرحله مضاده لجمال عبد الناصر بدات بعد حرب 73 بعد قدوم الامريكان لمصر يعني ده شيء يعني شيء كمان ده شيء واضح ده تاريخ ده شيء بس حدث. لا حرب مرحله مضاده لا. ولا ادراك لمتغيرات الواقع يعني انا مثلا انا بحب جمال عبد الناصر لكن انا مثلا مش مؤمن بالنهج الاشتراكي
هل ده معناه ان انا في مرحله مضاده ولا اتفهم ان عبد الناصر كان بيطبق فكره في وقت معين؟ لا 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 اصل برضه في نقطه معينه، يعني انت هل مؤمن مش مؤمن بالنهج الاشتراكي؟ يعني كانك مش مؤمن بالشيوعيه ولا اصل مؤمن بالعداله الاجتماعيه؟ ما خلاص يبقى انت مؤمن بالاشتراكيه، ما عداله اجتماعيه. لا مش شرط تساوي نفس يا حبيبي، عداله اجتماعيه يعني اشتراكيه، لان دي اللي فرضت نفسها على العالم. ما في نقطه معينه الناس كتير جدا اتلعب بدماغه البسطاء فيها في الشعب، ان هو النهارده جمال عبد الناصر، هي مشكله الناس ايه مع جمال عبد الناصر؟ اللي هم ضد جمال عبد الناصر، ضد جمال عبد الناصر. وانا حتى بقولها كتير قوي للناس اكبر مشكله انتوا ان جمال عبد الناصر انصفكوا على حساب الناس، مش يعني انصفكوا مش على حسابهم، انصفكوا من الناس دي، الناس دي اللي كانت واخده حقوقكوا وهي متمتعه بكل شيء وانت مش متمتع بكل شيء، الناس دي هي اللي واخده حقها في التعليم وانت ما بتتعلمش، الناس دي اللي واخده حقها في العلاج وانت ما بتتعالجش، الناس دي اللي لما بيتخلق لها وظائف وانت ما بتحصلش تنميه توظفك لانك انت غير موجود على الخريطه خالص. الوضع اللي كان موجود قبل 52 وللاسف تكرر في قبل 25 يناير، عشان كده بيكرهوا جمال عبد الناصر. فانت النهارده العلمك الاشتراكيه بالمفهوم اللي اتطبق في مصر ده فرض نفسه على العالم. يعني انت النهارده لما تقرا فرض نفسه، ده فرض نفسه في امريكا وفي انجلترا. النهارده انا بشوفها اللي هم اخترعوا الراسماليه تحولت الى دوله اشتراكيه. ده حصل الاستاذ حكيم عبر تطور كبير جدا. انت بتقول دلوقتي بتسمي المرحله التاليه لزعيم جمال عبد الناصر انها مرحله مضاده، فانا بقول لك هل هي مرحله مضاده ولا محاوله للتمشي مع العالم وقتها؟ انه مفيش اقتصاديات السوق، انفتاح ما اقتصادي. النتيجه ايه يعني؟ هقول لك يعني ايه. انا بقول انها مضاده في ايه؟ ان دي كانت لها بوصله، الثانيه خدت بوصله 180 درجه العكس. فبالتالي هذه المرحله ليس امتداد، ما هو ده اللي انا عايز اوصل له، ان هذه المرحله ليس امتداد للمرحله اللي ابتدت من 23 يوليو لغايه نهايتها. ابتدت مع وفاة جمال عبد الناصر، فضلت ماشية بقصور الذاتي كده شوية لغاية حرب 73. بعد حرب 73 ابتدت مرحلة ملهاش علاقة بالمرحلة دي خالص، بانحيازاتها يعني بكل شيء، يعني من أول الانفتاح. يعني التانية كانت مرحلة التخطيط كان عنصر أساسي فيها، المرحلة التانية يعني كانش في تخطيط، كانش في تخطيط يعني بالعكس، من يعني التوازن والحياد الى الارتماء في احضان امريكا و99% من الاوراق في ايد امريكا والامور دي كلها. ودخلت يعني انت النهارده من واحد كنت بتقود العالم العربي، انت كنت مناره افريقيا والرائد بتاع افريقيا، ومفيش جميع حركات التحرر كلها كانت يعني بتدين تحررها يعني لدور مصر لدور مصر وقتها. انت كنت امريكا اللاتينيه، ده انت يا راجل السويس دي الهمت نيلسون مانديلا، يعني الهمت اتنين. شوف نيلسون مانديلا في الناحيه الثانيه من القاره الافريقيه، وجيفارا وكاسترو في الناحيه الثانيه من المحيط الاطلنطي. صحيح. صحيح. وشافت يعني، وحتى وتيجي لما تيجي النهارده موقف واحد زي الصين، ماو تشي تونج وشوين لاي والناس دي كلها كانت، يعني انت كنت مصر كمان من الدول قوتها، لان انت عندك مشكله، انت ما فيش تناسب بين مواردك وعدد سكانك، في قوتك في موقعك وتاثيرك الخارجي. لما تفقد هذا التاثير الخارجي، وده اللي فهمه عبد الناصر لكن ما فهموش الباقيين. فهمه؟ لا فهمه الرئيس السيسي دلوقتي. ايوه. طب هرجع لك على الرئيس السيسي بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية. واحده من اهم الجمل اللي قالها عبد الحكيم جمال عبد الناصر، انه يعني لو نشوف حجم هذا الحب لعبد الناصر في القلوب، كان المفروض الناصريين اللي بيسموا نفسهم ناصريين دلوقتي هم اللي يبقوا في الحكم. لكن رجع تاني بعد كده قال انه اكتر واحد فهم وقرب من نهج عبد الناصر وفهم قوه مصر فين هو الرئيس عبد الفتاح السيسي. تمام. ليه بقى؟ لا هو قال لي كده يعني، هو نفسه يعني قبل ما قعدنا مع بعض قبل الانتخابات كلامه ان هو
يعني من اول ما دخل الثانويه العسكريه ودخل وشاف قد ايه احنا كانت عندنا صناعات عسكريه متقدمه، كان عندنا برنامج صواريخ، كان عندنا كذا، كان عندنا كذا، وشاف ان الموضوع ده اتقطع لمده 40 سنه يعني. هو قال احنا لو كنا استمر بهذا النهج يعني بهذه بهذا الطريق كان مصر وضعها اختلف. وضعها قال لي حتى قال لي كان زمان عندنا صواريخ ممكن تطلع القمر يعني. وكلامه ان هو جاي بيوصل ما قطع لمده 40 سنه يعني. هو يعي ان هو قال لك كده انه جاي يصل ما ان المسيره قطعت لمده 40 سنه يعني مشيت في اتجاه تاني خالص. سواء في تعاملنا مع دول، وفي الاخر يعني للاسف الدول اللي كان عبد الناصر بيعتبرها ليه اعدائنا وكانوا بيتعاملوا معاها لاعدائنا وبعد كده تعاملوا معاها على انها اصدقائنا، في الاخر الدول دي هي اللي بتعادينا النهارده يعني. ايه يعني؟ فهي عشان كده انا كان دايما بختلف اختلاف يعني بحس كده في نوع من امتهان للعقول لما ناس كانت بتسمي جمهوريه ما بعد 25 او يعني التغيير جمهوريه الثانيه. في حين ان انا دي الجمهوريه الثالثه يعني في جمهوريه اولى بدات من اعلان الجمهوريه لحد 70 لا يعني انا اقدر اقول انها 73 ابتدت تنتهي في 70 بوفاه عبد الناصر وبعدين مايو وبعدين انتهت بعد حرب 73 بعد حرب 73 بعد بزياره كيسنجر ودخول الامريكان في المنطقه وبدات جمهوريه تانية بتوجهات تانية بثوابت تانية باصدقاء تانيين بفكر مختلف خالص. والجمهوريه دي فضلت ماشيه لغايه لما الشعب قام عليها مرتين، قام مره في 18 و19 يناير 77 والمره الثانيه لما في 25 يناير ولما اتسرقت الثوره برضو اللي سرقوها ناس طلعوا في الجمهوريه الثانيه اللي هم الاخوان المسلمين بعد ما كان قضي عليهم في الجمهوريه الاولى خالص طلعوا في الجمهوريه الثانيه علشان يضربوا بقايا او الناس اللي موجوده في الجمهوريه الاولى حاولوا يسرقوا الثوره، فالشعب قام تاني وخلص عليهم ولغايه لما بدات النهارده بنبدا الجمهوريه الثالثه اللي هي بتوصل الحقيقيه بقى بتوصل الجمهوريه الاولى بتوصل الجمهوريه الاولى. طب انت بتقول انه عبد الناصر قضى على الاخوان تماما ولا خلى ولا دفعهم للعمل تحت الارض؟ لا وتاثيرات العنف ظهرت لما اختفوا تحت الارض؟ لا ما كانوش موجودين تحت. ليه؟ لان الاداه بتاعتهم الاساسيه ما كانتش موجوده اللي هي الفقر. الفقر. هم النهارده هم توغلوا بايه؟ توغلوا لما حصل خلل في المجتمع المصري بعد بقى لما دخلت توجهت توزيع الثروه لما دخلت بقى على الاقتصاد الحر والانفتاح اللي سموه انفتاح سداح مداح بعد كده سموه سداح بهاء الدين، ودخلت بقى في سكه والدوله ابتدت تشيل ايدها من حاجات كتير جدا، وابتدى يحصل خلل في ابتدت الطبقه الوسطى تتآكل وبقى عندك وصلت في الاخر بقى عندك اغنى طبقه وافقر شعب. فدي التربه اللي بيشتغل فيها الاخوان، يخشوا بقى يروحوا يعملوا مستوصفات ودروس ويعملوا مش عارف ايه ويعملوا كذا، فبيلعبوا في قضيه الفقر. فعبد الناصر ما قضاش عليهم بالسجون والمعتقلات، ده قضى عليهم بمحاربه الفقر. طبعا هي دي بمحاربه الفقر بتطوير القريه المصريه بالوحده المجمعه اللي اتعملت في بالتنميه اللي هي كان المواطن المصري لما بيتخرج بيلاقي بيشتغل ما بيقعدش عاطل في البيت بكل يعني الحركة اللي كانت موجودة في الخطة الخمسية الأولى والخطة الخمسية الثانية. ده رغم حتى يعني رغم حتى حرب 67 انت التنمية ما وقفتش يعني كان حتى في اتجاه بعد 67 قال لك احنا لازم بقى نعمل عملية انكماش وعلشان توجيه المجهود الحربي وحتى الموضوع ده يعني قال لك انا هعالج المشكله بمشكله، وكان حتى وقتها يعني لا يعني كان اللي بقى مع الوالد ضد هذه الفكره وساعد فيها جدا كان الله يرحمه الدكتور عزيز صدقي. قال لا احنا لازم نكمل ويعني مثلا اقول لك حاجه، انت عندك مجمع الالومنيوم بتاع نجع حمادي اللي هو كان وقتها يعتبر اكبر مجمع الومنيوم اتعمل في الشرق الاوسط، ده معمول بعد حرب 67
مول بعد حرب 67 وانت انت القطاع العام اللي اتعمل في فترة من أوائل الستينات هو ده اللي شال البلد في مرحلة بنائنا، يعني مرحلة ما بعد حرب 67 إعادة بناء القوات المسلحة وحرب الاستنزاف والأمور دي كان كلها. الدور كان القطاع العام هو اللي عمل الدور طبعا كان هو طبعا كان هو لكن ما بتشوف إزاي بقى اللي بيقولوا إن القطاع العام ده أهدر طاقات في البلد، إنه ما كانش فيه حريات اقتصادية، يعني لسه الحريات السياسية، إذا إنه معدلات النمو كان أحيانا في معدلات وهمية وكان في مصانع بتعاد فتحها. المعدلات المعدل اللي هو 7.6% والسبعة ده معدلات، دي تقارير البنك الدولي مش تقارير الدولة، تقارير البنك الدولي. وبعدين يكفي إنك أنت يعني الرئيس خطابه في المؤتمر الاقتصادي قال لك إن في دولتين جم يتفرجوا، يعني جم يشوفوا تجربتك ويتعلموا منها مرتين، مرة اليابان جت أيام محمد علي، والمرة الثانية كوريا جت أيام جمال عبد الناصر في الستينات. إحنا عملنا يعني إحنا دخلنا صناعة السيارات قبل كوريا. شوفوا النهاردة هم فين وإحنا فين. إحنا ابتدينا صناعة الطيارات، كان مشروع مصري هندي مشترك في الستينات. وصلنا عملنا القاهرة 100 و200 والقاهرة 300، دي قاهرة سوبر سونيك، موجود النموذج بتاعها، النموذج اللي كان موجود في مصانع حلوان. يعني نفسي مرة اعمل زيارة للهيئة العربية للتصنيع، مصنع حلوان، مصنع ثلاث موجود النموذج، موجود النموذج، تروح شوفونا. وموجود نموذج تاني في مصنع الطيران، في معرض طيران جنب ميونخ، لان كان الخبرة الهندسية وقتها جبنا، كان الوالد جاب بألمانيا جماعة بتوع مصر شميت اللي كانوا عاملين سلاح اللوفت واف اللي هو السلاح الجوي في ألمانيا ايام الحرب العالمية الثانية. فابتدينا كان عندنا على الارض حاجة فعلا. أيوة. والهند على فكرة بقى بعد كده كملت هذا المشروع، واصبحت الطيارة دي بقت هي يعني طوروها بقى طبعا، وطوروها زياده، واصبحت هي النهارده العمود الفقري بتاع السلاح الجوي. طب انت واثق في لما السيسي بيقول لك انت وبيتكلم عن الستينات وكده، وانت بتقول دلوقتي ان الجمهوريه الثالثه هتبقى موصوله بالجمهوريه الاولى، شايف ان خطوات السيسي ماشيه في الطريق ده فعلا ولا طبعا. انا شايف، يعني يكفي اقول لك حاجه، يكفي مشروع قناه السويس. مشروع قناه السويس ده يعني ادى ان عمل نقله، يعني نقلة نوعية جدا في مصر. أولا أنه أثبت أن إحنا قادرين على تنفيذ ما نقول. يعني أنا بختلف كتير جدا مع الناس اللي تيجي تقول لك إن إحنا ما كنا عملناه في 3 سنين وما كناش، لا لا لا. الحاجز المعنوي اللي كسره هذا المشروع كبير طبعا، يعني لا يقدر بمال. الأهم بقى من ده كله بفلوسنا، مش بفلوس حد. عارف اغنيه بتاعت من اموالنا وايد عمالنا، من اموالنا وكمان بقى عمالنا. ايه فلوس الغلابه، مش فلوس اللي قعدوا ومصوا دم البلد 30 وما عملوش حاجه ولا دفعوا حاجه وصندوق تحيا مصر هو اللي حساب تحيا مصر اكبر شاهد على 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 تقصيرهم وتقاعسهم. ايوه المظاهر يعني هما ما يعرفوش يدوا، هما لازم يتاخد بينهم. انت مع التأميم ولا حاجة؟ نعم. انت مع التأميم؟ قولي لا، امريكا اللاتينية كلها رجعت، شوف امريكا اللاتينية بعد ما خرجت من تحت، يعني ما يعني لو بتنصح اقتصاديا يعني تنصح بالتأميم؟ والله لو في حد يستاهل التأميم او في حاجة تستاهل ليه لا؟ فعلا؟ بس امريكا اممت في ازمة 2008 سموها بس بيل اوت، ما سموهاش ناشوناليزيشن. الانجليز لا سموها ناشوناليزيشن في ازمه 2008 والتانيين سموها بيل اوت. وانا دخلت في القاموس يعني ايه بيل اوت، طلع التأمين. يعني هؤلاء الذين يتقاعسون عن دعم مصر عند الضروره عندما يطلب منهم، ايوه لان كمان يستحقون التأمين في رايك؟ ايوه يستحقون، السبب كمان اصل في امور، تعالى بالراجع، انت احنا اتسرقنا في حاجات كتير جدا. يعني في حاجات دخلت كتير جدا بحجه الاستثمار، وهو للاسف ما كانش استثمار، كان استنزاف لموارد هذا الوطن. يعني مثلا لما بتلاقي صناعات معينه دخلوا عملوا المصانع دي وخدوا الكهرباء مدعمه،
المحاجر واخدينها باسعار لا ولا ملهاش علاقه بالاسعار بتاعتها. طبعا المحاجر ماساه ماساه لوحدها. وبعدين تلاقيه الارض كمان واخدها ببلاش او بجنيه للمتر. وبعدين تلاقيه بيطلع شكاره الاسمنت بيبيعها بنفس السعر اللي بيبيعه بنفس السعر اللي بيبيع شكاره الاسمنت اللي بيطلعها من مصنعه في ايطاليا. يبقى ده انت الفرق ده مين اللي دفعه؟ لان في ايطاليا اكيد لمدة كهرباء والعمال بالساعه والارض اكيد يعني دفع فلوس دم قلبه مراعي معايير. وتعالى بقى هات تعريف. احنا قلت الاسمنت بالذات ما هي دي اكتر حاجه. ونفس الحاجه كمان في مصانع الاسمده يعني في حاجات كتير جدا لما تشوف الغاز بكام والارض بكام وبيبيعوا في الاخر بس. وفي الاخر كمان الفلاح يقول لك السعر العالمي يقول لك سعر يقول لك الفلاح تلاقيه كمان مش لاقي شكاره اسمنت بيصدره. يعني عارف في حاجات كتير صناعات اللي هي صناعات كثيفه الطاقه كلها في الحديد. ورايك دي تستحق التاميم؟ ايه تستحق التاميم الناس دي طبعا. يا اما هقول لك ده بالعكس هم اقول لهم تعالوا بقى بالراجع ادفعوا اللي عليكم. هقول لك طب والنبي امننا بلاش لانك طيب بعد الفاصل هسألك انه الوالد الزعيم جمال عبد الناصر كان بعض الناس اذا صفته بالمستبد العادل، هل توافق على هذا التوصيف؟ بس بعد الفاصل. مفاجآت عبد الحكيم مع عبد الناصر انه لا يمانع في التأميم اذا كان رجل الاعمال ليس من نوع الرأسمالية الوطنية، يعني ما بيقفش جنب بلده واخد الارض ببلاش واخد الغاز ببلاش واخد الحاجات ببلاش وبيع الاسمنت بنفس سعرها في ايطاليا. طبعا ده مش نهج الرئيس يا جماعه، الرئيس قال مش هاخد حاجه من حد. لا 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 بس اللي خد حاجه مني يرجعها. يرجعها صح كده. صح كده. النهارده اللي واخدين اراضي بالاف الافدان على انها اراضي زراعيه وقلبوها اراضي استثمار لا يرجعوا الارض يدفعوا الفلوس. طيب المستبد العادل ده وصف بيه جمال عبد الناصر. انا بختلف معاك لسبب خالص. اولا مش وصفي انا ده، ها انا بقول للاسباب الاتيه. اولا المستبد عايز شعب جاهل يستبده. جمال عبد الناصر كان من يعني كان من رواد التنوير والتعليم، يعني ما فيش حد عمل نهضه تعليميه في مصر زي اللي اتعملت ايام جمال عبد الناصر. من اول بدايه الثوره الوحدات المجمعه اللي في القرى اللي كان فيها المدرسه وفيها المكتبه وفيها الوحده الصحيه وفيها المسرح وفيها كذا وفيها كذا اللي كانت على كده مراكز الشباب للتعليم نفسه، ان التعليم يبقى ده قال لك الماء يعني حق لكل مواطن. يعني ايام جمال عبد الناصر كان في اسمها الزاميه، يعني كان الاسره اللي عندها ابن في سن التعليم ما بيروحش المدرسة كانت ممكن تؤخذ وتسائل يعني وممكن كمان تلاقي عقاب قانوني ضدها. فدي مش صفات المستبد. يعني كونه بيعلم مش معناه انه مستبد. فمعناها مش المستبد عايز ناس جهلة يقدر يستبد بيها. نمرة اتنين هو جمال عبد الناصر اساسا يعني هو اساسا يعني انتوا الناس بتحسبها بتشوف ان المقياس الديمقراطية الليبرالية اللي هي بس هو انقلب على ديمقراطية 52 لا انهين اللي هي اللي قبل الثورة لان ليه بقى مجتمع برلماني. بص عايز اقول لك حاجة، ده هو اساسا قايم بالثورة على هذا المجتمع، لان المجتمع ده كان في الاخر الليبرالية دي كانت في ايد مجتمع 1% او مجتمع 0.5%. كان في مجتمع 1%، وبعدين مجتمع 1% ده مش بناء حتى على توصيف جمال عبد الناصر. انت لو تمسك انا معايا تقرير هنا من كان الامريكان عملوه لمصر قبل كان واحد كانت ثلاث تقارير كانوا اتعملوا في سنه 9 من اول في الاربعينات لغايه سنه 51. ها يعني بص هقول لك مثلا تقرير 12 ديسمبر 51 ها بيقول لك ان المشكله ليس مشكله وضع انجلترا في مصر، بل ان المشكله لها ابعاد اخرى متداخله. مقدماتها سكان مصر زادوا بنسبه 25% وهي زياده لم تصحبها هذه زياده في مساحه الارض المزروعه، فضلا عن سوء توزيع الثروه، ذلك ان نصف الاراضي مملوكه لنصف في المية من الافراد. يعني مجتمع النصف في المية
ده هو موجود. مش مجتمع اللي زي ما وراهولنا في مسلسل الملك فاروق ولا ولا هطول النهار ولا في بعض المحطات عامله برنامج كده مسمياه مصر العظمى من 1805 ل 1952. انت كان في ظلم اجتماعي، وجمال عبد الناصر صار على هذا الظلم وصار على الاحزاب اللي كانت موجوده احزاب كرتونيه لا بتمثل الشعب ولا بتمثل اي شيء، وساعه الانتخابات يعني يلموا الفلاحين الغلابه ويبقوا عارفين ان هم لو صاحب الارض او صاحب المصنع العمال المصنع ده لو هيبقى هيتشردوا وكذا وكذا. هو صار على هذا النوع من الديمقراطيه، وكان مؤمن ان مفيش حاجه اسمها ديمقراطيه سياسيه او حريه سياسيه بدون حريه اجتماعيه. يعني ازاي النهارده لازم الحريه الاجتماعيه هتبقى موجوده منين؟ موجوده ان لما الشعب يتعلم والشعب يبتدي يترفع مستواه يبتدي يبقى عندك طبقه متوسطه حقيقيه في هذا الشعب، في الحاله دي هيبقى في حريه اجتماعيه. الحريه الاجتماعيه دي تقدر تعمل حريه سياسيه. طب بس احنا ظروفنا دلوقتي من ناحيه الفقر ومستويات المعيشه ربما اقل من 52. ايوه. هل انت بتنصح مثلا الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي انت بتشوف انه بيوصل الجمهوريه الاولى بالجمهوريه الثالثه، هل بتنصحه ان هو يؤجل ملف الديمقراطيه السياسيه لصالح الديمقراطيه الاجتماعيه؟ الوضع مختلف. انساش الرئيس السيسي جه بعد الدستور. الدنيا مختلفه. انت في الدنيا مختلف. انت ثوره 52 شبان قاموا بثوره، خدوا يعني شبان بالظبط اللي عملوا، قاموا انقلاب عسكري خدوا بيه السلطه عملوا بيه ثوره. الوضع دلوقتي مختلف. ما ينفعش النهارده الوضع مختلف. انت في دستور محطوط والرئيس السيسي ملتزم منتخب على هذا الدستور، بس هو النهارده مش هتقدر يبقى فعلا. هو النهارده الرئيس السيسي بيعمل ده ايه؟ انه بيعمل انه بيحاول يعمل تنميه، والتنمية دي تروح في اتجاهها الصحيح للشباب، للناس اللي محتاجين، للتعبير اللي هو استخدمه يعني حاول يقضي بيه على العوز اللي هو استخدمه بالنسبة للناس. في الحالة دي هتقدر توجد يبقى في حرية اجتماعية. الحرية الاجتماعية دي تقدر تمارس الحياة الديمقراطية. لكن غير كده انت النهاردة هو ظروفه أصعب من عبد الناصر ولا عبد الناصر كانت ظروفه أصعب؟ كل لا اللي ظرفين صعبين، بس كل واحد الادوات مختلفه. جمال عبد الناصر كان ثوره، كان شرعيه ثوريه. جمال عبد الناصر الثوره قدمت نفسها انها جايه تنصف الفقراء اللي هم غالبيه الشعب من مجتمع القضاء على مجتمع الطبقه ومجتمع الواحد في المية. قدمت نفسها على كده وطبقته. ابتدت بعديها ب 48 يوم صدر قانون الاصلاح الزراعي. الفلاح المصري أول مرة في حياته لقى بيتملك الأرض، وتحددت الملكيات وفعلا الكلام ده الناس لقى الناس دي فعلا لسه ما بتبيعش كلام عشان توصل للسلطة. لا الناس دي فعلا جاية تصلح وجاية تغير. علشان كده لما حصل الموقف بتاع 54 اللي هم الناس بيصوروه ان جمال عبد الناصر ضرب الديمقراطيه، ده بالعكس ده الناس هي اللي حست ان اللي بيحصل في 54 ان الثوره بتتسرق وانقلاب على مكتسباتهم وان اول انتخابات هتحصل هيجي اللي هم كانوا موجودين قبل الثوره اول حاجه هيعملوها هياخدوها منه 35 35. فده يعني ما تقدرش تتحسب بكده. وبعدين هو جمال عبد الناصر كان مؤمن انك انت في فتره التحول دي انك يبقى ان حتى الحزبيه يعني حتى المناصرين مشكلتهم ان في ثلاث احزاب ناصريه، ولو في حزب واحد ما كانش بقى دي المشكله. لو كان في تحالف ناصري واحد ما كانش في هذه المشكله. فانت في التحولات محتاج تحالف، التحالف ده يبقى فيه جميع التيارات. يعني هو التحالف الصيغه الاصوليه بتاعت وقتها كانت تحالف قوى الشعب اللي عامله فيها العمال فلاحين جنود والمثقفين والراسماليه الوطنيه والمهنيين وكل دول، ده تحالف كل بس واحد ده بس ده مش متحقق دلوقتي للاسف. نعم مش متحقق نفس الظروف. بص انت النهارده يعني هتفرض نفسك ان الناس نفسها اللي متضامنه مع الرئيس السيسي واللي مؤمنه بالمشروع هو ده التحالف اللي موجود.
اللي من غير ذراع سياسي، من غير ذراع سياسي او كده، ولا تنصحه بذراع سياسي للسيسي؟ هو لازم هيبقى في ذراع سياسي، لازم يعني لازم هيفرض نفسه. هو النهارده كمان اصلك ما تنساش، في مش انك انت بعد التجريف اللي حصل الفتره اللي فاتت دي كلها، انت اغلب مؤسسات الدوله النهارده، انت المؤسسه الوحيده اللي شايله الدوله المؤسسه العسكريه. صحيح. رغم وجود يعني انت لما هتيجي تبص مشروع قناه في السويس آه. يعني لما تيجي تبص مشروع قناه السويس لعلمك اللي نفذوا المشروع ده 90% منه شركات مدنيه موجوده في القطاع المدني، بس الاداره باداره سليمه، اداره سليمه ما فيهاش سرقه ولا فساد. أي ولا هي الاداره موجوده فين؟ الحته دي في المؤسسه العسكريه. نصيحه واحده في الاخر تقولها للرئيس عبد الفتاح السيسي من تراث عبد الناصر. لا انا ما بحبش كلمه نصيحه دي، بعتبرها كده كلمه تقيله. انا بقول رايي، عبد الناصر تحدى العالم بالشعب المصري، وده نفس السلاح اللي عبد الناصر عمره ما تحدى الشعب المصري. يعني لما الطلبه غضبوا وطلعوا في الستينات في 68 عشان احكام الطيران، عمره ما تحداهم، بل بالعكس جابهم وغير، يعني الطلبه خلوه غير يعني كل شيء، غير كل حاجه وغير الوزاره، وجاب وزاره من اساتذه الجامعه وقعد معاهم وقالوا انتوا تطلبوا التغيير وانا بطلب مزيد من التغيير والامور دي كلها. ف راهن على الشعب كما انت. مش راهن انت، لان العمليه مش رهان، هي مصير. مصير القائد بالتفاف شعبه حواليه، القائد اللي بيلتف شعبه حواليه بيعيش الى الابد. جمال عبد الناصر يعني توفى بعد 45 سنه وقامت عليه اكبر حمله تشهير وتشهير وكل شيء، لكن الشعب المصري قضى على هذا الكلام كله. كل يعني كل الناس اللي بتقول بقى ده عبد الناصر عمل وده اصله يعني شوف كل الناس ضغط عبد الناصر لسه الشعب كذا ولا كذا، الشعب حسم الموضوع، الموضوع اتحسم. اتحسم مرتين، في يناير وفي يونيو، ان الشعب في يناير خرج بصوره، خرج بيقضي على نظام رافع صوره جمال عبد الناصر. لما اتسرقت وجه نظام تاني معادي اساسا لجمال عبد الناصر، خرج الشعب تاني دور ده. يعني انا اعتبرت حتى 30 يونيو لما سرق الشباب الصغير اللي طلعوا تمرد دول، انا كان القائد بتاعهم كان جمال عبد الناصر. صحيح. هم كانوا مسمين نفسهم احنا احفاد عبد الناصر. صحيح. بشكرك شكرا جزيلا عبد الحكيم جمال عبد الناصر. وانا بشكرك على الاستضافه النهارده، ويعني وبشكر اكتر شعب مصر اللي يعني انا امبارح كنت في زياره لبورسعيد، حقيقي فعلا رجعتني تاني بورسعيد الباسله، ناس جميله، ناس النهارده جيل ورا جيل ورا جيل. يعني هي فعلا عرفت ليه جمال عبد الناصر كان مرتبط جدا بهذه بورسعيد. صحيح. شكرا جزيلا. شكرا. وتعيش وتفتكر، ومصريين يفتكروا ويتعلموا دايما يا رب للقدام ان شاء الله. شكرا جزيلا، اشكركم شكرا جزيلا، واشوفكم بكره ان شاء الله. تصبحوا على خير.